إلى البحرين وإلى المنطقة بشكل عام. أما برنامجنا إلى هذه الليلة وهذه الأمسية المباركة العطرة إن شاء الله هو الاحتفاء بليلة المبعث النبوي المقدس والذي فيه نزل الوحي على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله، وبهذا اليوم التاريخي العظيم قشعت الظلمات وأخرج أخرج الرسول بنور الإسلام الناس من الظلمات إلى النور. ولكن ربما عدنا مجددا إلى الظلمات، لأننا فقط أحيانا نسل الأخبار، معارك في القلمون، استمرار معارك في العراق، ذبح وقتل في اليمن، مآسي في كل الوطن العربي. هذه المآسي في الوطن العربي هي ليست بين أقوام مشركين أو أقوام من الغرب ومن أوروبا جاءت تقتحم وتحتل بلادنا، وإنما كل هذه المعارك وكل هذه المآسي وكل هذه الدماء وكل هذا الذبح وكل هذا التفجير وكل المفخخات هي بين مسلمين يتقاتلون، كلهم يقولون أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. عموما أكيد هذه الوقفة نحتفي بها ونأنس بها ونحييها وأيضا نستفيد منها، وخير ما نصف به أو أفضل ما نصف به المبعث النبوي في رأيي هو ما تحدثت عنه السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام في خطبتها المعروفة، وأقرأ منها جزءا وهي تتحدث عن عظمة رسول الإسلام صلى الله عليه وآله، ثم نقرأها تبركا ثم نشرع ببداية الأمسية. بسم الله الرحمن الرحيم. من ضمن خطبة السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام الآية الكريمة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تعزوه وتعرفوه تجدوه أبي دون نسائكم وأخ ابن عمي دون رجالكم، ولنعم المعزى إليه صلى الله عليه وآله، فبلغ الرسالة صادعا بالنذارة مائلا عن مدرجة المشركين، ضاربا ثبجهم آخذا بأكظامهم، داعيا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، يجف الأصنام وينكث الهام حتى انهزم الجمع وولوا الدبر، حتى تفر الليل عن صبحه وأسفر الحق عن محضه، ونطق زعيم الدين وخرست شقاشق الشياطين، وطاح وشيض النفاق وانحلت عقد الكفر والشقاق، وفهتم بكلمة الإخلاص في نفر من البيض الخماص، وكنتم على شفا حفرة من النار، مذقة الشارب ونهزة الطامع وقبسة العجلان وموطئ الأقدام، تشربون الطرق وتقتادون القذ أذلة خاسئين، تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم، فأنقذكم الله تبارك وتعالى بمحمد. صل على محمد وآل محمد. بهذه المناسبة يسرنا أن نستضيف سماحة الشيخ إحسان السعيدي ليحدثنا عن المبعث النبوي، فنستقبله مصحوبا محفوفا بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نسيت صحيح أقول لكم مبارك إلى أخونا حسن ودائي، قد عقد قرانه ليلة البارحة في مشهد عند الإمام الرضا، واليوم الصباح مناسبة المبعث النبوي، نتمنى له التوفيق والسعادة إن شاء الله، والله يرزقه بالذرية الصالحة. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. وعلى أصحابه المنتجبين ومن اتبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نبارك للأمة الإنسانية جمعاء وللأمة الإسلامية بذكرى المبعث النبوي الشريف. ذكرى انطلاق النور ذكرى تحقيق الهدف الإلهي المنشود عبر الخاتم صلى الله عليه وآله، لأن البعثة هي مصدر من الانبعاث، فباللغة العربية تستخدم في عدة موارد. الشخص الذي يصاب أو مصاب بمرض ويشفى من ذلك المرض إلى الصحة فيقال له انبعث من المرض إلى الصحة. وأيضا تستخدم في الشخص الراقد النائم عندما يستيقظ أيضا يقال له انبعاث. وأيضا تستخدم في مورد الإنسان، وإن كان التعبير ليس حقيقي، تعبير مجازي، بأن الشخص المتوفى إذا تعاد له الحياة يقال بأن هذا انبعث من الموت إلى الحياة. وتستخدم في إرسال الجيوش لصد الأعداء، سد الثغور، لنشر راية الحق. ومن ذلك الاستخدام في اللغة الحديثة عندما يبعث طالب من بلد إلى آخر يقال له مبتعث أو بعثة. فكانت بعثة الحبيب من موت إلى حياة، ومن نوم وسبات إلى يقظة، ومن جهل وتخلف إلى علم. كان تاريخ البعثة قبل الهجرة النبوية 13 سنة، وتقريبا في سنة 610 ميلادية. أنا لا أريد أدخل في التفصيل لأن أريد أتناول موضوع آخر، أريد أتكلم عن حال المسلمين. تعالوا على الإسلام نبكي ونلطمه، لأن رسول الله كان يعمل في التجارة كما تعلمون من مكة إلى الشام، فتوقف عن التجارة كما يروي أمير المؤمنين هذه الرواية، يقول فتوقف رسول الله عن التجارة والتجأ إلى غار حراء وتوجه بكل ثقل وخوادس إلى العبادة. هسأكو كلام في هذا الموضوع، ما هي العبادة التي كان يعبد بها رسول الله؟ يقولون كان يعبد بالشريعة المحمدية أو بالشريعة الإبراهيمية،
ولكن الأنبياء قبل لا يبعثون يؤدون المناسك ولكن لا يظهرونها إلى الناس، يحتفظون بها خاصة لهم فقط. فانقطع عن الناس وبدأ يتعبد في غار حراء حتى جاءه الوحي وقال له اقرأ. ما قال ما أنا بقارئ، لا، قال وما أقرأ، أكو فرق. المهم قال أقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان، أقرأ وربك الأكرم الذي علم الإنسان ما لم. أول نداء إلهي إلى رسول الله. طبعا عادة الخطابات الإلهية عندما توجه إلى الأنبياء لا توجه إلى شخص النبي، بل من باب إياك أعني فاسمعي الوصايا التي يوصي بها أمير المؤمنين للإمام الحسن. ما كان الإمام الحسن المقصود، يا ولدي إن لسانك كالكلب العقور إن نطقته عقرك، ورب كلمة سلبت نعمة وجلبت نقمة. هذا كله من باب الوصول إلى الأمة عن طريق المعصوم. فاهتز رسول الله من عظمة الوحي ونزل في القصة المعروفة والتي تذكر في كل سنة ويحفظها المسلمون، وقال زملوني زملوني، فاستقبلته خديجة. الله يا خديجة، هذا المقام اللي وصلت إلى سلام الله عليها لم يأتي من فراغ، باعتبار أن أخواتي حضرا كان يقول ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، أنواع البلاء والمحن والعذاب الذي لقيه رسول الله من الأمة الصنمية الجاهلة آنذاك. ولكن يقول عندما يأتي إلى باب الدار الهموم كانت موجودة، أنواع الهموم، حتى يرمون عليه الزبالة، يشتموه، يسبه، لكن مجرد أن يدخل إلى الدار فقط عتبت الباب، وكأنه يتحول من النار الحارقة إلى الجنة. تستقبل خديجة، تحول هذه المصاعب المن إلى سعادة، تحول هذه الآهات من الأمة إلى سرور. وهذه وظيفة المرأة الخديجية الفاطمية التي ترغب بأن تقتدي بسيدة نساء العالمين، أن يكون موقفها مع زوجها كموقف خديجة مع الخاتم صلى الله عليه وسلم. فأول من آمنت به سلام الله عليها خديجة والإمام علي، وبدأ الأمر بإعلان الدعوة، أصدع بما تأمر وأعرض عن المشركين لا تلتفت لهم. فماذا فعل رسول الله؟ أمر الإمام علي بأن يهيئ له طعام وشيء من الشراب، قصص تسمعونها. ودعا 40 رجلا، وبعد ما أكلوا عرض عليهم الأمر، فتكلم أبو جهل بكلمات فبدأ يضحك القوم. هاي لغة الاستخفاف اللي يسمعونها عند البعض، هاي لا تاريخ، لغة الاستهزاء، لغة النقد غير البناء. المهم خرجوا، يقول أمير المؤمنين فدعاني، هذه الرواية ينقلها أمير المؤمنين سلام الله، فدعاني رسول الله أن أكرر، هم أجمع لهم كمية من الطعام وأدعوهم 40 شخص أو أكثر. فدعوتهم فالتفتوا يا ولائين، في المبعث النبوي تجدون علي بن أبي طالب سلام الله عليه. فدعاهم، قدم لهم الطعام واشرب، ثم قال لا أعلم شابا من العرب أتاكم بأمر كالذي أتيتكم به،
فإذا ناصرتوني إلكم صفات، ومن يناصرني يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم. هاي بعض الأخوة اللي يبحثون عن نص حول الإمامة ولا توجد أدلة واضحة وجلية وظاهرة على أمير المؤمنين سلام الله عليه. أصلا في بداية الدعوة، أنا ما أريد أتشعب بالموضوع، تتكلم شيء قليل عن الأمة الإسلامية ووضحها الآن، يعني إذا الله وفقني عندي محاضرات حول الإمامة في بيت أبو طالب، ابتدأت بالولاية التكوينية، يمكن تشاهدونها باليوتيوب، وبكرة استشهاد الإمام الكاظم عندنا في بيت أبو طالب إن شاء الله. أول انطلاقة الدعوة الإسلامية كان تركيز على من؟ على الإمام. قال من يناصرني فيكون أخي ووصي وخليفتي فيكم. فأطرق القوم، ماكو أحد، من اللي يرفع أصبعه؟ إذا الميادين نادت أين فارسها؟ أضللت وحدك والرايات تتبعه. فطلب من عندي المرة الثانية الثالثة، فأشار إليه رسول الله. بداية الدعوة الإسلامية، أول كلمة توجه إلى الأمة الإسلامية بعد السيدة خديجة والإمام علي كانت مرتبطة بمن؟ بالإمام علي. ولذلك شنو؟ لا ينفك الإسلام عن علي سلام الله عليه، ولا يمكن أن تؤخذ السنة النبوية من غير طريق علي. لذلك قال أنا مدينة العلم وعلي. بعد عرفون المدينة ذاتي تجي منين؟ تجي لازم، وإذا أجيت من غير الباب قلت لكم ذاك اليوم تكون رهابي. وبدأت البحث له. أول نص قرآني إخواني أنص أقرأ باسم ربك الذي خلق. تعالوا إلى أمة أقرأ كيف تقرأ؟ ما هي الإنجازات التي أتى بها رسول الله؟ سمعوا، كرامات الرسول كثيرة. كل شخص يتحدث عن رسول الله بما يفهم، كان ينفق كذا، كان يساعد كذا، كان يعمل كذا، رؤوف رحيم، كل هذا صحيح. ولكن بنظر المتواضع، الخصلة الأساسية والميزة الرئيسية في رسول الله أنه جاء أن يحرر الأبدان والعقول. أهم شيء في الإنسان أن يتحرر بدنه من العبودية، وأن يتحرر عقله منين؟ من الاستعباد. أهم خطوة كان يركز عليها رسول الله هي هذه الخطوة، هي هذه الصفة، أن يكون الإنسان غير مستعبد، أن لا يكون الإنسان يقع تحت مؤثرات هي بالواقع واهية، ليس لها أساس متين، وليس لها جانب من الصحة، وليس لها جانب من الواقع، بل أوجدت شنو؟ إما السياسات، وإما الأوهام، وإما المصالح، وإما وإما وإما. فجاء رسول الله كي يحرر الأبدان والعقول، وإذا تحررت الأبدان والعقول المصاعب بعد شنو؟ مو يضعون الصخرة على صدر بلال وهو يقول أحد أحد لا إله. شنو السبب؟ لأن العقل تحرر. من تحرر العقل بعد البدل لا قيمة له. إن كان هذا يرضيك فخذ. حتى السيدة زينب سلام الله عليها أظهرت شيء من الجزع، وأظهرت شيء من الحزن، لأن هي ما راح تفقد إنسان عادي، تفقد سيد الشهداء. ولكن عندما تمثلها الموقع يوم العاشر، فجاءت ووضعت يديها تحت ظهره الشريف وهو مقطع بالسيوف، وقالت اللهم تقبل منا هذا المقام، هذا عالي، لأن العقول متحررة، العقول مرتبطة بالله سبحانه وتعالى. ما هي وظيفتنا في تحرير العقول؟
كيف نخاطب الأمة الإسلامية؟ كيف نخاطب الأمة الإنسانية؟ كيف نتحدث مع المخالفين؟ كيف نتحدث مع الديانات الأخرى أو الشرائع الأخرى لصحة التعبير؟ الأخ استعرض بعض الأحداث التي تجري في بلادنا باعتبار أن بلادنا هي اللي تمثل الأمة الإسلامية. أنا قبل ساعتين لا أجي أنا أستاذ حيدر رسلوا لي طفلة عمرها أقل 6 أشهر اليوم رسل لأحد الأخوان على النت فسألت شنو هي؟ قال هاي ذبيحة هذا اليوم في الرمادي لأن داعش دخلوا وخذوا بعض المناطق. اليوم هذا الكلام أعطيك النشرة السياسية وبدأوا يذبحون. سامعين السيدة ماذا قالت في خطبة؟ عقد قديم وشجت عليه أصولكم. هذا الذبح إلى تاريخ. من شاهد تلطف عمرها الله يسلم أبنائكم جميعا أقل 6 أشهر صورت اليوم ذابحينه. هذه ثقافة، ثقافة الجحشنة. الله يرحم المرحوم علي شريعتي حتى في بعض عناوين كتبه يرمز عندما يقول النباهة والاستحمار. الأمة تعاني اليوم من الجحشنة ومن الاستحمار. الأمة اللي تتمسك بالتكفير بدل التفكير كما يقول نصر حامد أبو زيد. الأمة اللي اتمسكت بإقصاء الآخرين وصرنا آخر الأمم. خط عبر تعبير قاسي والبعض يأخذ علي وأول مرة سمعوني. والله بعض الأوقات ألتقي بمجتمعات هنا أخجل وأقول يا ريت الأرض تنفتح وأنطم جوا ولا أواجه هؤلاء. وأغلب إشكالات المشككين والأخوة المضطهدين من المسيحيين وغيرهم بسبب هؤلاء الأوغاد، بسبب هؤلاء الفيروسات التي ابتلانا الله بها. لكن اليوم أنا في الأبرار ذكرت طرفة صارت معي في الأيام الأولى. جيت لندن أبحث عن سكن، جيت أمشي بالطريق فسيدة واقفة من المبشرات فشفت توزع كتب عربية. أنا قرأت بعض الكتب فقالت تفضل ممكن تقري؟ ما مشكلة، خلنا نتحدث عن إمام علي. فدخلت نتحدث أنا وياها. بهالأثناء دخل الشيخ جلس بالقرب من عندي فهي سألت مباشرة هو من مصر أم الدنيا، مصر أحمد شوقي وطه حسين وسعد زغلول باشا وهاي القامات القديمة محمد عبده. فسألت ما تقول عن خليفة المؤمنين هذا اللي عندكم المسلمين أبو بكر البغدادي؟ بس أنا ساكت وبالزي العادي يعني ما لابس العم. قال ايه هو مصري. ايه وازاي وماله؟ اذا اجتمعت الامة، انا دائما اكرر هذه، اذا اجتمعت الامة على شخص ونصبوه فيكون خليفة شرعي. بس احنا عندنا اكو امثلة بدارجة بالعراق ما ادري عرفهم يقول شي سكتني احنا عندنا ما نقدر نسكت. انا تباوعت له حس أنت تتكلم مع السيدة المسيحية ما يخال بس أنا قاعد يمك. قلت له أولا أنا من طلاب النجف الأشرف هو لحي. أنا متقصد أقول أنا ما أستخدم هذا الأساليب أبد بس أول مرة أستخدمها مع هذا الشخص. قلت له أنا شيعي. هو التفت لي بين قلت له من طلاب النجف. قال لي أوكي. قلت له أنت ذول الخلفاء الذين تقول بأن الأمة إذا نصبتهم أنت قارئ عن تاريخهم شلون والكيفية التي يوجدون فيها؟ قال لا يا سيدي. قلت له عندكم مؤلف يسمونه أحمد أمين المصري عنده كتاب ظهر الإسلام وضحى الإسلام. قلت له خاف ما قارين، أنا قارين ترى من الجلد للجلد أنا متقصد أرد هزة. قلت له أحمد أمين المصري وقلت له هذا كثير متشدد على الشيعة أبد ما يحبنا. يقول الخلفاء صار الخليفة المعظم هذا تقرون تاريخ المعتز والمتوكل تجدون صار الخليفة أجت الحاشية سيطرت
قاد الأمة الإسلامية، أمة الجحشنة سيدنا، أمة الجهل والتخلف. فتم سنة سنتين ثلاثة، الحاشين ضربت مصالحهم، راحوا جابوا واحد من العائلة سووا له طريقة معينة، خلوه يصير، جابوا هذا سملوا عيونه، أكو سابقا يطلعون الفصمة العين ويخلونه يجد في المسجد، باب المسجد هاي تلقون بضحى الإسلام، ضحى الإسلام أقروه. قلت له تعرف هارون العباسي الذي تقولون عنه هارون الرشيد؟ قال لي بلي عرفه. قلت له عنده اثنين، الأمين والمأمون. المأمون في إيران اللي أمه إيرانية، والأمين في بغداد. قال لي ياسين، قلت له ذولا تعاركوا على الكرسي، هذا اللي الأمير الخليفة البغدادي الذي إذا نصبت الأمة يكون خليفة. قلت له صارعوا على الكرسي. قال بلي. قلت له حرب واحدة صارت بيناتهم وأحاطوا بغداد، 100,000 شخص قتل فقط في هذه، في هذه الحرب، وانتصر المأمون وصار. فقلت له أي خليفة تتكلم وهو يأتي إما بالسيف وإما بالدعاية وإما بالتهريج وإما وإما وإما، ولا رد ولا كلمة، بس لا حول الله. صحيح هذا الكلام؟ قلت له صحيح، قبل التاريخ. ويقول قباني أنني من كل تاريخي خجول، هذه بلاد يقتلون بها الخيول. ما أدري تحبون الأشعار أقرأ لكم؟ ترتاح سبع عضل. يقولون مرة تذكر قباني أو غيره في بعض شوي ينزعج، خب إحنا نأخذ الحكمة من ولو يعني مو بالضرورة إلا تتفق مع كل الآراء. يقول ترتاح فوق رماله أعصاب، أنا يا صديقة متعب بعروبتي، فهل العروبة لعنة وعقابه؟ أمشي على ورق الخريطة خائفا، فعلى الخريطة كلنا أغراب، أتكلم الفصحى أمام عشيرتي وأعيد، لكن ما هناك جواب. لولا العباءات التي التفوا بها ما كنت أحسب أنهم أعراب، أنا متعب ودفاتري تعبت معي. هل الدفاتر يا ترى أعصابه؟ أدري إيش صار، حديد أتحمل هيك كلام. رسول الله، أخواني أخواتي سادة الأفاضل، رسول الله ركز على العبادات. صحيح كان راهب، ونحن نعيش أيام الإمام الكاظم صاحب السجدة الطويلة، حليف السجدة الطويلة، كان عابدا، كان ولكن الأكثر كان إنسانيا. أقربكم إلى الإنسان أقربكم إلى الله. والله بعض الكلمات أحجيها ما يتحملون. إحنا مقبلين على فرج كبير، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. أكو كثير علامات تلوح بالأفق، ولكن سوف أقول لكم كلمة وأنا أتحملها، وأخشى أن أكون من ذول المفلسين، لأن هاي من الطرفة اللي صارت في النجف. تعرفون بعض الأخبار تقول إذا خرج الإمام مهدي عجل فرجه يقتل بعض العلماء المنحرفين. أسبيها كلام، هذه هل تشمل من داخل الدائرة من خارج الدائرة؟ فهذاك واحد سامع بهذا الرواية، اجى قاعد قدام سيد حسين بحر العلوم، قال له سيدنا أكو رواية تقول إذا خرج الإمام المهدي يذبح 70 عالم صدق. قال له أخشى يا ولدي أن تكون هذه من التي تقطع في الطرف، فسخف أنا أكون من أولئك. ولكن سوف أقول لكم كلام. شوف هاي المجتمعات اللي تشوفونها اللي نصفهم ببعض الكلام القاسي اللي عندهم عادات، احنا ما نتفق، ولكن دولة راح يكون لهم موقف مع الإمام المهدي عجل الله فرجه، بينما كثير من الناس اللي يحملون اسم الإمام وربما يتكلمون بالإمام ويدعون إلى الإمام وسوف يقفون ضد الإمام. تعرفون شنو السبب؟ السبب لأنهم بعيدين عن الإنسان. أقربكم إلى الله أقربكم إلى الإنسان، أقربكم إلى الإمام المهدي عجل أقربكم إلى الإنسان. العبادة ضرورية بس الإنسان أهم.
ليش بلادنا مفككة وهذه البلاد الله سبحانه وتعالى منعم عليها؟ لأنهم شنو عندهم جانب إنساني. أنا لا أقدس هؤلاء، ذول هم عندهم مشاكل ترى، ولكن تلقى أكو رحمة نوعا ما. إحنا بحاجة إلى الرحمة، بحاجة إلى الإنسانية. دول الأخوة مع ما فعلوا بنا، هاي الدواعش وأمثالهم، ولكن دول إذا صادفكم يوم وتكلمتم معه خاطبهم بالكلام الإنساني، قل لهم والله وبالله وتالله وأنه قسم عظيم لك، قل لهم والله أنتم واهمون، أنا أخشى عليكم، تقفون أخشى عليكم لأن عاقبتكم سيئة. رسول الله ما كان ذباح. هذا الشخص اللي سمع الدعاية الإعلامية بأن رسول الله خرج يسفه الأحلام كذا كذا كذا، أجل وين هذا؟ أجف كان صادف في أحد غزوات الرسول، الرسول نام، قصة سمعونا كلكم، وبالخيمة ما كانت حراسة مشددة مثل اليوم السمو والكذا، تعرفون كل باب له باب وكل باب له أبواب. فدخل صدفة إلى الخيمة فوجد رسول الله نائم، فمسك السيف يريد يضرب الرسول، فأفاق رسول الله قال من يمنعك مني يا محمد؟ قال الله، كررها مرة ثانية، فراد يضرب الرسول فضغط على الأرض راح تجل، وقع السيف من عنده، وقف الرسول مسك السيف قال له من يمنعك الآن مني؟ قال له عفوك يا رسول الله. ماذا قال له الرسول؟ قال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال لا ما شهد. قال لا. قال خلص بس لا تبقى. قال بس أوعدك ما أحاربك. قال اذهب. هذا منطق المنطق المحمدي، هذا مو المنطق الهمجي، مو المنطق السلفي، منطق القتل والإجرام. فأخواني قبل لا أختم أسألكم الدعاء، مهما كان الأعداء، أنا لا أقول أعداء، المخالفين قلوبهم وغلوا يتكلمون، ولكن يجب أن لا نتكلم بكلمات نسيء إلى أمير المؤمنين، لأن تعرفون قدوتهم معاوية وقدوتنا علي، ففرق بين الثرى والثرى. كونوا لنا زينا، زينا بالجانب الإنساني، بالجانب الإخواني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من المتمسكين بنهج رسول الله، ومن الذين لا نفترق عن رسول الله لا في الدنيا ولا في الآخرة، وأن يكون شفيعنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا محمد يا رسول الله، باسمي وباسم أخوتي هذه بيعة في أعناقنا لك، نشهد أنك رسول الله حقا حقا، نشهد أنك جاهدت وقاتلت ونشرت وبلغت رسالة رب العالمين، ونحن نقول الحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام، على نعمة الإيمان. اللهم لا تفرق بيننا وبين الإيمان طرفة عين، اللهم لا تفرق بيننا وبين رضا صاحب العصر والزمان، اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه ومن المستشهدين بين يديه، اللهم سدد حماة الديار الذين يقاتلون في ساحات الميادين. أنا أخوان كثير، حتى ذكر للأستاذ حيدر أحد المهندسين الأخوان من النرويج ذهب قبل يومين استشهد، كثير من الشباب مثل زهر الربيع الآن يسقطون، أصدقائي الآن
كل يوم يجينا خبر استشهادهم. لا تنسون هؤلاء من الدعاء. وأنا أحد الإخوان البارحة يكتب وأي أنت في لندن، قلت له والله يا ليتنا كنا معكم. أنتوا الأصل هناك، أنتوا اللي واقفين في ساحات الجهاد، إحنا هنا في ساعة من الحياة. أنتوا اللي هناك قاعد تسدون الثغور، أنتوا اللي قاعد تصدون هؤلاء البربرية الذين لا يحترمون لا مقدسات ولا عتبات ولا طفل ولا صغير ولا كبير. اللهم فرق جمعهم وشتت كلمتهم. اللهم اجعل كلمة الإسلام هي العليا وكلمة الكفر والنفاق والنواصب هي السفلى يا الله. أخواني الجالسين والسامعين والمؤسسين، من كان منهم طالب حاجة اللهم اقضيها بحق باب الحوائج موسى بن جعفر يا الله. مريض شافيه بشفاك، داويه بدواك بمريض كربلاء علي بن الحسين يا الله. عجل وليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه ومن المستشهدين بين يديه يا الله. وإلى أرواح أمواتكم جميعا الشهداء العلماء خدمة سيد الشهداء، سيما من مضى من أهل هذا الجمع، رحم الله من قرأ سورة الفاتحة مشفوعة ومسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد. شكر سماحة الشيخ على هذه الإثارات القيمة والجميلة والتي أخذتنا إلى عالم وفضاء واسع ورحب، وقد تطرق إلى عدة عناوين: مفهوم الانبعاث ونداء الإقراء حينما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله، وعن دور السيدة خديجة عليها السلام، وعن مكانة علي بن أبي طالب عليه السلام ودوره في الرسالة وفي الوحي وفي كامل الخطمة على رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم أشار إلى أن الوظيفة أو الشيء الأساسي الذي تميز به الرسول صلى الله عليه وآله هو تحرير الإنسان أو تحرير الأبدان والعقول، واستطرد أو أسهب في شرح هذا المعنى مستشهدا ببعض الحوادث ومستشهدا أيضا بالواقع الحالي الذي نعيشه وواقع المسلمين. وأيضا أكد على أن الإنسان حتى يصل إلى درجات الكمال أو يكون قريبا من الله لابد أن يكون قريبا من الإنسان ومن خدمة الناس عموما. واختتم حديثه بالمعاهدة للرسول ومن ثم التأكيد والدعاء للمجاهدين وحماة الثغور والديار. نشكر سماحة الشيخ شكر جزيلا على هذه المحاضرة والإثارة القيمة، وبترك مجال إذا في أحد عنده مداخلة أو سؤال سريع على أساس عندنا فقرة ثانية. شكلهم كلهم مقتنعين شيخ. لا بالسؤال شوي. ما أحد عنده اعتراض. خدمتكم كلها. عندنا أبو تميم معترض. أنا يعني ما أعرف الفترة اللي كانت هي الإمام علي مع الرسول كان عمره أعتقد 10 سنين. فهل كان هذا الرجل 10 سنين؟ أمام قريش وآل هاشم وكذا يتحملون أن يكون هذا قائد لهم؟ أحسن تعليقا مختصر شهنا. أستاذنا سؤال قيم، السؤال هل الإمام علي تحمل قريش يتحملون الإمام علي؟ هذا سؤالكم يعني بالضبط. هو أنا ما كملت القصة اختصارا، لأن رسول الله عندما وجه وطلب من عندهم من ينصرني في هذا الأمر يكون أخي وخليفي فأحجم القوم فرفع سبابته الإمام علي المرة الأولى، الثانية، الثالثة، قال أنت أخي ووصي. ماذا قال قريش؟ قالوا لأبي طالب. يحركون هذه بعض دولة النفوس المريضة يحركون مشاعر. قالوا أمرك أن تطيع إلى ابنك.
لأن كان سابقا في لغة العرب وخصوصا العرب القدماء كانت عندهم هذه من الأمور يعني المستهجنة بأن الصغير أو الابن إلى سيطر عليه من على الأب. أرادوا يسيرون، ولكن أرادوا يسيرون منه شيخ البطحاء. أبو طالب كان مؤمن برسول الله فما تأثر، ومرادوا يستفزون مشاعر أبي طالب حتى يكون ضد من؟ ضد الرسول. ولكن أبا طالب آمن برسول الله، وكذب الذين يقولون بأن أبا طالب مات غير مؤمن. أما سؤالكم، هو مو بس فقط، كثير من الأنبياء جاءوا باسم صغير، لكن يوم كانت في الأبرار تكلمت عنهم وفي الأئمة أيضا، وحتى رسول الله بعث في 40 سنة، ولكن كثير من القرشين كانوا أكبر من عنده. ولكن الإمام علي جاء بالنص ولم يأتي بوصية من رسول الله. صحيح رسول الله الذي أوصى للإمام علي، ولكن الأمر لا يرجع إلى رسول الله بل يرجع إلى الله. وأكو كلام في هذا الموضوع، يعني رسول الله هو الذي أوصى للإمام علي. دقيقة واحدة، لأن من أوصى للعلي ترانا أهتز أمير المؤمنين سلام الله عليه. صحيح رسول الله هو الذي أوصى، ولكن الأمر ما كان راجع إلى رسول الله، كان إلى الله. فإن لم تبعل فما يا علي سلام الله عليك يا أمير المؤمنين، أنت يا ملموت ناديت تعال. الحلفي الله يرحمه يقول أنت يا ملموت ناديت تعال، وهو خايف ما قدر يدن ليك. هذا مو دمك علي على السيف سال، هذا دم السيف ظل ينزف عليك. أنت يا ملموت ناديت تعال، وهو خايف ما قدر يدن ليك. هذا مو دمك علي على السيف سال، هذا دم السيف ظل ينزف عليك. حتى عدوانك علي بيوم النزال ياهو يبرز لو ضرب يتنخى بيك. استحى عزرائيل من دور عليك وقلت له هذانا تعال ادن لي، قبض روحك وروحه طاحت بين ايديك لحد ما قال لك دخيلك يا علي. جا غرق لولاك جامات الاسلام، ساعدك والباب صار قنطرة. احنا حب حيدر علي عدنا منار، واحلى نوع مصير خشبة منبرة. احنا بينا الروح تبقى وما تروح، بينا حيدر الروح بعد الغرغرة. ابد مو خد حيدر على القاع طاح، القاع شالت روح الخد حيدرة. القبر حفرة واحنا نفرح من نموت، لان قبت علي بصف المقبرة، لان قبت علي بصف المقبرة.